خلينا نبدأ معك بشكل مباشر. يعني 3 أشهر مرت على إطلاق الهوية الجديدة للبريد السعودي، كيف صنعت فارق خلال المشاركة في موسم حج هذا العام؟ أهلا فيكم جميعا. طبعا الهوية الجديدة منذ بدء إطلاقها قبل 3 أشهر وإلى الآن نحن نستشعر أهمية تواجدنا وأهمية وجودنا كفريق عمل ضمن فريق عمل سبل، أن نقدم أعمال ومبادرات تفعل دورنا كمشغل وطني وتفعل دورنا أيضا الآن خصوصا في موسم أعمال الحج. فبالطبع وجود الهوية تزيد جميع الموظفين في سبل أهمية إلى استشعار أن تكون هذه الهوية أن يعني كل موظف دور مهم في تطور سبل ووصولها إلى ما نطمح إليه جميعا. جميل. البعض يمكن يعتقد يعني أستاذ مؤيد أنه فترة الحج هي فترة إجازة لكل الجهات الحكومية، وبالتالي يعني كل شوية مر علينا بعد الحج بعد العيد. دوركم في البريد السعودي، هل لديكم دور مثلا في نقل المكاتبات المراسلات بين الجهات الحكومية المشاركة في الحج؟ كلمنا شوية برضو عن المراكز الموجودة في موسم الحج إن كان هناك مراكز. البريد السعودي سبل في كل عام كان يشارك مشاركات فعالة جدا ضمن منظومة الجهات الحكومية المشاركة في الحج. لنا دور مهم جدا في نقل الوثائق الحكومية للجهات الحكومية داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. البريد يخدم ما يقارب 133 جهة حكومية تعمل خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر 5 مكاتب رئيسية للبريد الرسمي. أيضا لا نغفل عن دورنا المهم في خدمة ضيوف الرحمن، وهو من الأساسيات التي يقوم عليها مركز أعمال الحج والعمرة في البريد السعودي، حيث نقوم بصنع وتنظيم العديد من المبادرات والمنتجات لخدمة ضيوف الرحمن ولتسهيل إجراءات حجهم ومهام عملهم ومهام حجهم خلال موسم الحج لتقديم تجربة مميزة لهم ولتخفيف الأعباء اللوجستية. من هذا المنطلق تم إطلاق مبادرة حج بلا حقيبة، والتي تعنى بنقل أمتعة الحجاج قبل بداية الحج من مقر إقامتهم في مدنهم إلى المشاعر المقدسة، وأيضا في نهاية الحج يقوم البريد السعودي سبل بنقل أمتعة الحجاج من المشاعر المقدسة إلى مقر إقامته في مدنه حول المملكة. جميع هذه الخدمات التي يقدمها البريد السعودي سبل هي من أجل تخفيف الأعباء اللوجستية على الحجاج، عدم تحمل الحاج عناء حمل أمتعته معه خلال مسار الحج كاملا. جميل. أستاذ مؤيد خليني أختم معك بهذا السؤال، يعني موضوع برضو الفروع الثابتة والمتحركة، أنا حقيقة ما فهمت موضوع الفروع المتحركة، يعني هل هي مثلا سيارات، هل هي فروع بركسات معينة مثلا لاستقبال البريد؟ كلمنا شوية عنها. لدينا في سبل 3 مكاتب رئيسية داخل المشاعر المقدسة موزعة في أماكن إقامة الحجاج، وأيضا أطلقنا سيارتين متنقلة SBLGO. هذه السيارات مجهزة بأحدث التقنيات البريدية، تعامل كأنها مكتب متنقل يتواجد في أماكن تجمع الحجاج، أماكن إقامتهم. الهدف منها تقديم كامل الخدمات البريدية من حج بلا حقيبة أو بيع سندات الهدي وأضاحي التي يقدمها البريد السعودي داخل مكاتبه بالتعاون مع البنك الإسلامي، أو يستطيع الحاج استفادة من أي خدمة بريدية يرغب بالاستفادة منها عبر هذه السيارات المتنقلة المتواجدة داخل المشاعر المقدسة.